أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الحرب على تركيا تبدأ من سلاح المظليين، فيما تركيا تستعد مع أذربيجان وفي مناورات موازية للوصول إلى إدارة حرب برية وأيضا جوية، إدارة حرب مباشرة كما حدثت في ناغورنو كاراباخ تنتقل مباشرة إلى مناطق أخرى أو حروب متنقلة أخرى بالأساس تحت الجيش التركي. إذن أمامنا هذا الاستثناء مع الضباط الجدد بين أذربيجان وتركيا في اتفاق استراتيجي تكويني وفي جميع الاختصاصات والقطاعات. إذن في مقابل هذا نجد أن هناك اليونان وإلى جانبها البريطانيا على وجه التحديد، بريطانيا تلح على أن تكون قوات المظليين هي القوات المهمة في التعاطي مع أي إنزال موجه نحو أنقرة. يعني أن الأمر لأول مرة يأخذ خارطة أنقرة ولأول مرة يصبح الرئيس أردوغان سلطان، وكل هذا في المظليين ب1200 مظلي. إن هذه المناورات للمظليين الاستثنائية والتي تأتي على الهامش لكنها أساسية جدا لمشاركة المتقاعدين وذوي الاختصاص وأيضا الجيوش الرسمية في نوع من ترقية هذا السلاح بشكل مختلف. الأمر يتعلق بانفتاح على تجارب المتقاعدين على آخر المظليين والأجيال وربط أحسن التكتيكات المحتملة. نتحدث عن تاي دروب 2.0. معنى ذلك أننا في مرحلة استثنائية لجعل مناورات المظليين في حالة إنزال في القصر الرئاسي التركي وفي عملية مدروسة. كل هذا يأخذ جانبا من هذه المناورات. إذن هذه المناورات أبعدت تركيا من جهة بشكل رسمي وبقرار أمريكي والبريطاني يلح في إبعاد تركيا والمظليين الأتراك. إذن لدينا هذه الخلاصة الأولى. الخلاصة الثانية أن إعادة الاعتبار بالنسبة للتقديرات التي يعمل عليها الآن الجيش هذه الجيوش المظليين من خمس دول وأصلا من خمس دول وهناك دول أخرى مشاركة، لأن الطابع الرسمي فيها غير قائم. ولكن في نفس الآن فإن إدارة بريطانيا وأساسا اليونان يكشف على كل ما سيسير عليه الحال بالنسبة للمظليين. واليونانيون ماذا يقومون الآن بقوله وما هي الدعاية التي سطر وأن السلطان بين قوسين الرئيس التركي يعمل مع طالبان في تخريب آيا صوفيا، وأن هناك تعديل كبير يمس كل المسيحيين. على كل حال إنه نوع من التحريض الاستثنائي الذي وقع في توي دروب في هذه المناورات بشكل فجائي حول التعاون ما بين أردوغان وطالبان وشباب طالبان. الأمر هنا تمييز شديد الأهمية، أن طالبان المعروفة الآن التي تحكم ليس هؤلاء الذين فيهم خطر لأنهم دخلوا باتفاقية مع الأمريكيين. ماذا صنعوا؟ صنعوا شباب طالبان، وأن هؤلاء الشباب هم الذين يصارون على تغيير في آيا صوفيا لتتحول إلى مسجد متكامل ويقضى على الطابع المسيحي لهذه الكنيسة البيزنطية القديمة والتي هي تعد بمثابة قلب العالم البيزنطي الأرثوذكسي. على أي حال الأمر هنا يذهب باتجاه أن أردوغان
يغير في أماكن العبادة المسيحية، وأن بين قوسين الحرب الصليبية على أردوغان واجب ديني وواجب أخلاقي. وأهم من كل هذا فإن الروح القدس هنا يجب أن يتمثل في التايدراب وحضرة. بالفعل فإن النفس الديني والنفس الذي يعطي لأردوغان هذه الشيطنة الكاملة، شيطنة أردوغان بطريقة استثنائية لا يمكن نقل جميع تفاصيلها خصوصا في هذا اليوم، لأنه من اليوم الخامس إلى اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الأول ظهرت أشياء استثنائية وبجميع المقاييس وهتمت بها جزئيا الصحافة اليونانية، لكن أكدت، وهذا هو المهم، أكدت على هذه الدعاية المناسبة التي تساير إسلامي أردوغان، إسلامي أردوغان وشباب طالبان في مواجهة آيا صوفيا، وأن هذه المناورات للمظليين تحمل نفسا صليبيا يدعمه بشكل كبير الحجة العقدية لإبعاد أردوغان. إذن هذه مسألة شديدة إن لم نقل شديدة الصعوبة والتعقيد. أما بالنسبة لإنزال المظلي على قصر الرئاسة في أنقرة فهذا يكشف إلى أبعد مدى أن إعادة الاعتبار بالنسبة للمدى الدقيق الذي يمكن أن يكون له أثر، وهذا الأثر هو الذي يمكن اختباره الآن عبر 13 عملية. العملية عملية الإنزال هذه، والتي يتأهل المظليون، كل هذا تحت قيادة بريطانية يونانية بالأساس. وهذا التحالف البريطاني اليوناني المنطلق من أربع نقاط للمظليين والشامل أيضا للأمريكيين، الأمريكيين يشاركون بالإضافة إلى الألمان وأيضا الإيطاليين والتايلانديين هم الوحيدون الأسيويون في هذه التمرينات، واليونان لأول مرة. ومجرد إدخال اليونان وإبعاد تركيا كان له قصد، هو ما نقوله اليوم، أن هناك تدريب مباشر على حقل عمليات اليونانية على وجه التحديد، وفي هذه المناطق في بحر إيجا، وأيضا باتجاه تحرير كنيسة والوصول إلى القصر الرئاسي. كل هذا يعمل عليه تماما المظليون، ونحن نتحدث عن 5 أيام وأكثر، يعني نتحدث عن حوالي الأسبوع بشكل كامل، لكن 5 أيام كلها ستخصص ضد تركيا وبدعاية أكبر مما يتخيله الجميع. لهذا فاليوم هناك الاعتماد على سلاح المظليين الذي تستثمره أمريكا انطلاقا من دعم متقاعديها وجزء من طواقمها في ألكسندروبوليس وأيضا في مناطق أخرى وقواعد أخرى انطلاقا من اليونان ومن البريطانيين في قبرص. كل هذا المثلث من القواعد البريطانية في قبرص والقواعد الأمريكية في اليونان بالإضافة إلى العمق اليوناني، كل هذا المثلث يعمل على أساس المظليين والمشاركة في هذه الزاوية على وجه التحديد. لليونانيين كان له أهمية كبرى، ليس لأنهم من اليونانيين، وإنما الأساس البريطاني الأمريكي الذي يستخدم هذه المناورات من أجل الوصول إلى أهدافه المتوقعة. معنى ذلك أن الردود اليوم ردود واضحة، أمامنا مناورات لنفس المظليين ولسلاح المظليين ما بين أذربيجان وبين تركيا، وحاليا سينتقل الوضع إلى بعض الدول الناطقة بالتركية أو النادي التركي، وفي الاتجاه الآخر سنجد بريطانيا وأمريكا بالإضافة إلى ألمانيا التي دخلت على الخط الآن بشكل أكبر ضد تركيا.
لأنها منافس، ولأن ما كانت تقوم به ألمانيا في وقت سابق إلى جانب تركيا في عهد ميركل يقوده الآن وبشكل حرفي أردوغان في علاقته بروسيا. كل هذه الأوضاع نجدها أنها شديدة التعقيد وقابلة للتطوير، وبالتالي فإن أهم خاصية هي إعادة تقدير وضع البحر الأسود، أولا بالنسبة للمظليين البحريين من جهة، ثانيا بالنسبة لأنقرة، وثالثا باتجاه قبرص، من قبرص إلى قبرص عبر قبرص اليونانية، وأيضا في بحر إيجا، وباتجاه يختلف بشكل جذري نحو جنوب شرق المتوسط. إذن أمامنا هذه المناورات التي تطمح إلى حالة إنزال في قلب القصر الرئاسي بأنقرة، قصر أردوغان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.